مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حال الرياضة. أنا أيمن يماني أقدم لكم هذه الحلقة لظرف خاص يتغيب الليلة الزميل حاتم التاج وسأقوم بتقديم الحلقة نيابة عنه. حلقتنا حتكون فيها فقراتنا المعهودة إن شاء الله. حنبدأ بفقرة الأخبار وبعد الأخبار حيكون في زاوية التناول، حيكون معنا المحلل محمد حسن والصحفي ناصر بابكر. حنتناول تأهل النهضة القضاء، حنتناول تأهل الشرطة القضارف للدوري الممتاز، وأيضا حنتناول تأهل هلال الأبيض إلى نهائي كأس السودان، وحنختم إن شاء الله بفقرة التحليل. نبدأ مباشرة بالأخبار. شن والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا هجوما عنيفا على الاتحاد العام ولجنة الاستئنافات، وقال أن الكرة أصبحت غير مشجعة وأن النهضة ربك تعرضت إلى مؤامرة استهدفت إبعادها من البطولة، وهو أسلوب غير لائق ومرفوض. وطالب الوالي خلال تصريحاته لصحيفة الجوهرة اليوم بفتح تحقيق في المستندات التي دفع بها المستشار للاتحاد، مبينا أن ولايته لن تسكت وستقف مع النهضة بشدة حتى تسترد حقوقها، وأنها دفعت بالمستندات السليمة التي تؤكد أحقيتها في القضية. شن السيد جمال الوالي رئيس نادي المريخ هجوما عنيفا على فريقه، وقال أنه استحق الخروج من الموسم بدون بطولات، وأنهم سيقومون بتسجيلات مثالية تستهدف أفضل اللاعبين في السودان والقارة الأفريقية حتى لو أدى الأمر لدفع أموال ضخمة، وقال أنهم وجدوا فريقا سيئا وتسجيلات ضعيفة تسببت في خروج المريخ من جميع البطولات، وأضاف كنا نتمنى أن الخروج أمام هلال الأبيض لأن المريخ لم يكن الأفضل ويعاني نقصا حادا تسببت فيه الإدارات السابقة بالإعداد الخاطئ الذي أدى إلى إصابة العديد من اللاعبين. قال المدرب راهوما المدير الفني لهلال الأبيض أنه رسم استراتيجية قادت الفريق إلى الوصول مع المريخ لركلات الترجيح ومن ثم إقصائه من بطولة كأس السودان، مشيرا أن فريقه يحلم بالتتويج باللقب. وتمكن الهلال الأبيض من الفوز على المريخ بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في نصف نهائي كأس السودان يوم أمس الاثنين، يتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. وحول خوض النهائي أمام الهلال بمدينة ود مدني قال براهوما تعاملنا مع مباريات البطولة كقطعة منفصلة ونجحنا في ذلك، وما دمنا قد وصلنا للنهائي فإنه يجب أن نحلم بلقب البطولة. كشف نادي الهلال أن فريق الكرة سوف يستمر نشاطه لما بعد مباراة نهائي كأس السودان الذي يقام في 27 من أكتوبر، حيث يشارك الفريق بمهرجانين مختلفين بعد تلقيه الدعوة من جهات رسمية. ومن المقرر أن يتوجه الهلال إلى مدينتي الأبيض يوم 29 من الشهر الجاري، ثم يتوجه بعد ذلك بيومين إلى مدينة دونغلا، وسوف يصطحب الهلال كل لاعبيه المحليين فيما لن يكون المحترفين مشاركين في المهرجانين بسبب سفرهم عقب نهائي بطولة كأس السودان. ومن ناحية أخرى غادرت بعثة الفريق ظهر اليوم لمدينة مدني استعدادا لنهائي كأس السودان أمام هلال الأبيض بالخميس. أعلن مدرب المنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر اختيار 10 محترفين للانضمام لمعسكر الفريق. ومن ناحية أخرى قالت تقارير صحفية جزائرية أن الاتحاد الجزائري اتفق مع نظيره الإيفواري على خوض منتخبي البلدين لكرة القدم مباراة ودية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون في يناير المقبل. واختار الاتحاد الإيفواري مواجهة الجزائر نسبة لتشابه طريقة لعبه مع منتخب المغرب الذي يقع معهم في نفس المجموعة، فيما يستفيد المنتخب الجزائري من استعدادا لمواجهة السنغال التي تقع معه في نفس المجموعة. وكانت قرعة كأس الأمم الأفريقية أوقعت المنتخب الإيفواري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وتوغو والكونغو الديمقراطية، فيما أوقعت القرعة المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات تونس والسنغال وزيمبابوي. حدد المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي الفرنسي أرسن فينجر عدد النقاط التي يجب تحصل عليها الفريق هذا الموسم من أجل الفوز بالبريمير ليج للمرة الأولى منذ عام 2004، وتساوى أرسنال مع كل من مانشستر سيتي وليفربول في صدارة الدوري برصيد 20 نقطة لكل فريق،
بعد مرور 9 مباريات من عمر المنافسة. ونقلت صحيفة الصن البريطانية تصريحات فينجر التي يتحدث فيها لجماهير الأرسنال قائلا: أعتقد أن لدينا فريق قادر على المنافسة على الدوري. إذا نظرتم الآن فنحن نملك 20 نقطة، وأعتقد أن لو حققنا بين 82 إلى 86 نقطة فسوف نفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2004. كشفت تقارير صحفية إيطالية رغبة يوفنتوس في التعاقد مع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ووضع مسؤولو السيد العجوز بيبي كخيار ثاني في حال فشل التعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان. وفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن اليوفي دخل المنافسة مع نظيره ميلان لضم بيبي والذي ينتهي تعاقده مع الميرينجي بنهاية الموسم. وأشارت تقارير صحفية إلى وجود عقبة من يوفنتوس لضم تياغو سيلفا من بي اس جي، حيث يتواجد بندن في عقده يتيح لنادي العاصمة تجديد التعاقد لعام آخر بشكل تلقائي في حالة تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، ولذلك اتجهت أنظار السيدة العجوز نحو بيبي لتدعيم خط الدفاع. بالنسبة لأخبارنا ختاما، الليلة كان البالندور و 30 لاعب الذين سيختار منهم أفضل لاعب في العالم في جائزة البالندور. عندنا استفتاء على صفحتنا على تويتر سودانية تي في، سودانية 24 تي في، اخترنا 4 لعيبة: ليونيل ميسي وغريزمان وكريستيانو رونالدو، واخترنا رياض محرز على أساس اللاعب العربي الوحيد المشارك. حتى الآن تفوق لكريستيانو رونالدو 45% مقابل 39% لليونيل ميسي، 8-8 غريزمان ورياض محرز. الاستفتاء شغال، حيكون إن شاء الله لحد الساعة 10، وإن شاء الله حنديكم نتيجته في الساعة 10:15. فممكن تشاركوا، شارك نجمك المفضل ومن تتوقع أنه يفوز بجائزة البالندور. بنهاية أخبارنا حنمشي فاصل ونعود إن شاء الله بفقرة زاوية التناول. مرحبا بكم مره اخرى. حنبدا بمداخله بالهاتف مع مولانا الفاتح مختار المستشار القانوني لفريق النهضه ربك، اذا جاهز معنا الحديث حول ازمه. الو، معنا سياده المستشار. السلام عليكم. مساء الخير. مرحبا بك. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. شنو الحاصل مع النهضه ربك؟ يعني جابت 7 نقاط وخلاص على اعتاب المباراه الاخيره والتاهل، وتم سحب النقاط بسبب الشكوى في عصام توريس. لو سمحت تورينا الموقف القانوني للنهضة ربك، وإنكم أنتم كيف ناويين تستأنفوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. طبعا هو يعني النهضة شرطة القضارف وتلح تلبجة كان عملوا شكوى ضد النهضة القضارف، ضد النهضة ربك. لجنة المنظمة شطبت شكوتين وأبغوا على ما جاء في تقرير الحكم. الشرطة القضارف والتلات البيجة عملوا استئناف لجنة الاستئنافات. لجنة الاستئنافات أمرت بإعادة المباراتين. نحن عملنا طلب فحص للجنة الاستئنافات وطلبنا تطبيق المادة 105. المادة 105، اللاعب ده سجل في النهضة ربك بتاريخ 3/12/2013. حسا مضى عليها 2 سنة و8 أشهر. المادة 105 بقول لك لو انتهى على اللاعب سنة من تاريخ الشكوى، من المباراة مصدر الشكوى، أو أقل من 3 سنوات، ما بتأثر في نتيجة المباراة لكن يعاقب اللاعب. إذا تمت 3 سنوات لا تأثر في نتيجة المباراة ولا يعاقب اللاعب. حسا في القضية تحت النهضة ربك يعني عملنا طلب فحص واستندنا على المادة 105 لأنه اللاعب تم أكثر من سنة، تم 2 سنة و8 أشهر. يعني كده ما في مجال غير لجنة الاستئنافات في طلب الفحص عشان تطبق المادة 105. يعني لو سمحت لي سيادة المولانا، لو سمحت لي، هل أنتم كنتوا عارفين أنه في مشكلة؟ يعني أنتوا عارفين أنه اللاعب ده عقده فيه مشكلة عصام توريس، لكن لأنه المادة 105 أنه هو مرت أكثر من سنة فعشان كده الفريق النهضة ربك لعب اللاعب ده؟
لا لا لا، هو اصلا ما في مشكله، هو اصلا انا اقول لك ولا القضيه دي خشت فيها ايادي خفيه، ونحن في صدد اجراء بصدد اجراءات تحقيق. خاطبنا وزير الداخليه وزير الشباب والرياضه، لانه الخطاب الصادر للسلطه المدني معنون من المستشار القانوني لوزاره الشباب والرياضه، هو خاطب السجل المدني. المستشار القانوني للشباب والرياضه ما عنده علاقه ان خاطب السجل المدني. الجهه الوحيده التي تخاطب السجل المدني هي الاتحاد السوداني لكره القدم، لانها المختصه الفني. الخطاب الصادر من وزاره الشباب والرياضه مفهم، وزاره الشباب والرياضه ما محدده الاتحاديه ولا الولائيه. والخطاب الصادر من السجل المدني ماضي عن مدير الاداره العامه. وبقول لك بناء على خطاب الصادر من وزاره من المستشار القانوني للشباب والرياضه بدون نمره، هل يطلع قرار خطاب من وزاره بدون نمره؟ ما ممكن. المستشار القانوني للشباب والرياضه ما من حقه يخاطب السجل المدني. انا هذا نعمل تحقيق يورون انه من هو المستشار القانوني الاصدر القرار ده، لانه ما عنده حق يخاطب السجل المدني. يعني لكن حس لو سمحت لي مولانا انه لكن طلع القرار يعني والمباراه اعيدت، حتى النهضه ربك شارك في المباراه بالامس وخسرها باربع اهداف، حتى يعني الفريق نفسه كان في الاحداث وصل متاخر جدا، وصلوا مع بدايه الكوره ما كانوا جاهزين، وبس بالسبب ده تعرضوا لهزيمه قاسيه امام فريق الشرطه القضار. يعني هم لعبوا المباراه باعتبار انه يعني حاسين انه خلاص الشكوى دي فقدوا فيها الامل، ولا انتوا قررتوا لو قررتوا تواصلوا في التقاضي ليه الفريق ما استعد للمباراه، وليه لعب المباراه بالشكل ممكن نقول مكلفه، وصلوا في اخر لحظه ولعبوا وتغلبوا؟ يعني انتوا اوريدي كان ممكن تستعدوا اكثر في الملعب، كان ممكن تجهزوا وتواصلوا بالاجراء القانوني. انا قلت لهم المباراه دي اعتبروها وديه احتياط لكرتكم بتاعت الدمازين، انا قلت لهم اعتبروها وديه عشان ما لعيبه ياخذوا كروت حتاثر لقدام او لاعب يتعوق، قلت لهم اعتبروها وديه لانه لجنه الاستثمار حتلغي نتيجه الكوره دي. يعني انت واثق 100%؟ واثق 100% من قانون الفحص؟ لا قانون قانون واثق 100% قانون، اصلا القانون ما معروف، الماده 105 معروفه، عشان كده قلت لهم يا جماعه امشوا العبوا، قال لي لعيب اللاعب، قلت لهم ما تلعبوا، ولو ما ممكن العب 8 لعيبه كمان، قلت لهم امشوا العبوا 8 لعيبه وكان اخذوا 7-8 اعتبرها تمرين لكره الدفاع. يعني انتم الفريق استعد استعداد كامل لمباراه الدفاع الدمازين على اساس انه حظوظه قائمه وينتظر طلب الفحص والرد عليه، انتم متاكدين انه حتفوزوا بنتيجه الشكوى؟ متاكدين جدا، عشان كده املنا في كره الدفاع الدمازين، لانه كره شرطه القضاري وكره النهضه زي السلبيه 6 نقاط بيعملوا 7، يعني الدفاع يعملوا 10-11، عشان كده انا قلت لهم استعدوا لكره الدفاع الدمازين. تمام، شكرا شكرا كثير مولانا الفاتح مختار على حديثك عن الشكوى، وحنحاول لو لقينا زول من لجنه الاستئنافات نحاول نعرف كيف اخذوا القرار ده، زي ما قلت بالماده 105 وانه اللاعب مرت على انه موجود من 3/12/2013 مع فريق النهضه ربك، ونحاول نشوف الحاصل شنو في خلال الحلقه. دي كانت فقرتنا الثالثه، فاصل وان شاء الله حنرجع بفقره زاويه التناول.